نهاركم سعيد. اليوم رح نحكي عن جهاز المناعة. جهاز المناعة مثل جيش متخصص مؤلف من ملايين الخلايا، ومثل كل جيش عنده هذا الجيش جنود، جهاز مخابرات ومصانع أسلحة. جسمنا بيتعرض للهجوم بشكل يومي، بس معظم الوقت هذا الهجوم بيكون صغير والجنود بيقضوا عليه بسرعة. الجنود بيعملوا دوريات بالدورة الدموية والدورة الليمفاوية. لما بيلتقوا بخلية بيطلبوا منا بطاقة الهوية. إذا ما كان في تطابق مع الشيفرة يلي معه للجيش بيحط عليها إشارة، والنظام المتمم يلي مؤلف من 30 بروتين بيقضوا عليها. إذا كانت العدوى جدية والجنود ما قادرين يقضوا عليها بسرعة، جهاز المخابرات بيروح وبيتقصى العدو وبيبعت تعليمات خاصة لمصانع الأسلحة تصنع المضادات اللازمة المعروفة بالأنتي بوديز. هيدي بتكون من نوع أم. هيدي المضادات هي فريد النوع حسب كل عدو. العملية بتتطلب وقت، بس المرة التانية العملية بتكون أسرع بكتير. في خلايا بجهاز المناعة، خلايا الذاكرة شغلتها تحفظ طريقة التصنيع للمضادات وتنام لمدة سنين. لما بترجع العدوى مرة تانية بتفيق وبتصنع مضادات أقوى من نوع جي لتقضي على العدوى بشكل أسرع. جهاز المناعة لما يحارب العدو بيعمل التهاب بالجسم، وهيدا تيساعد القضاء على الجراثيم. ترتفع الحرارة، بيزيد الاحمرار، بيصير في وجع وبيزيد التورم. أشياء يلي بتساعد على تقوية جهاز المناعة هن النوم، الراحة والأكل الصحي. حالات مرضية مثل البدانة وداء السكري بيخفضوا المناعة بالإضافة إلى التدخين. في عدة جراثيم تأقلمت وتعلمت تتلاعب مع جهاز المناعة. السالمونيلا مثلاً والملاريا بيتخبوا بقلب خلايا سليمة بالجسم. ستافيلوكوكس وستابتوكوكس بيصنعوا بروتينات بيستعملوها الدرع ضد المضادات الحيوية. نقص المناعة هو ضعف بجهاز المناعة، ممكن ينتج من قلة التغذية، أمراض جرثومية، تعرض للإشعاعات أو مواد كيميائية أو مشكلة وراثية. مرات جهاز المناعة بيحاول يعمل تمرد، بينتج بهجوم على خلايا الجسم مثل الروماتيزم أو الصدفية أو عدة أمراض غيرها. ومرات بيحاول يعمل انقلاب عسكري وبينتج بأنواع مختلفة من سرطانات الدم. في مرات جهاز المناعة بيعمل حالة التهاب على شيء ما مفروض عادة يأثر فيه، ببلش يصنع مضادات من نوع E. هيدي المضادات ما كان لازم يصنعها من الأصل، وهيك بيصير في حساسية على أكل أو غبار أو غيره. إذا حبيتوا هيدا النوع من المواضيع الطبية حطولنا لايك وتركولنا تعليق، ومنشوفكم بفيديو جديد ومعلومات جديدة. باي باي.